السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أولا نعتذر عن الخطأ الفني الذي وقع نتيجة نشر فريق الدعم الفني لرابط المحاضر، وأيضا نتيجة برمجة المحاضرة قبل موعدها. هنحاول النهاردة ما يعني ما نطلش عليكم وتبقى المحاضرة قصيرة جدا إن شاء الله، لأن أعتقد إن في بعض الزملاء قد يكونوا كانوا حاضرين في المحاضرة اللي فاتت، ونتيجة يعني هذا الخطأ من جانبنا ممكن يكونوا مش هيكونوا معانا النهاردة لهذا السبب يعني. تمام، فاحنا وفي نفس الوقت كمان موعد الإفطار في دول الخليج اقترب طبعا جدا الآن، ولكن بناء على الاستفتاء اللي احنا حطيناه وجدنا ان رأيكم ان احنا ندي المحاضرة، فده التزام ان احنا نديها. تمام، طيب احنا هنحاول نمر مرور سريع كده على بعض الموضوعات ما عملناش عليها سبوت لايت في المحاضرات، بحيث برضو يعني نعمق المعرفة بتاعتها، وندخل بعد كده ان شاء الله عز وجل على الاكسكيوتنج، ونشوف كده في الجزء بتاع الكواليتي ان شاء الله سريعا يعني. طيب اولا ان شاء الله عز وجل هي دي هتكون اخر محاضرة قبل العيد، نظرا ان شاء الله عز وجل كلكم تعلمون طبعا ايه انشغلنا في العشرة الاواخر باذن الله، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله عز وجل يعني. طيب الزملاء سامعيننا؟ طيب سريعا كده هوت اوفر فيو على البروجكت مانجمنت تاني، بس هنطرح نقاط كده ما كناش طرحناها، اللي هي يعني ايه البروجكت مانجمنت، بتقدم لك ايه؟ بتقدم لك كوميونيكيشن وادابتابيليتي. كوميونيكيشن كلنا شفنا الكوميونيكيشنز، يعني ارى ان احنا كنا في هذا الجزء قد يعني بعض الزملاء يستغربوا ليه ما بدأناش بيه من الاول. اعتقد دلوقتي واحنا بنقوله انت بقيت عارف يعني ايه كوميونيكيشن وقد ايه حجمها في المشروع وايه اهميتها وهكذا، وقد ايه الادابتابيليتي، قد ايه ان لازم الناس الـ مع كل موقف ببقى انا زي ما شفناها كده في الاتش ار مانجمنت، مطلوب منك تبقى خمس ست شخصيات في بعض، مع كل موقف جزء معين من شخصيتك بيطغى عليه، يبقى ده اللي بتقدمه لايه البروجكت مانجمنت. ايضا دورك كمدير مشروع، دي كنا اتكلمنا عليها في اول محاضرة خالص، وقلنا ان انت تقريبا مدير المشروع مش هو اللي بيقوم بكل شيء، بس عنده معرفة بكثير من الامور، لدرجة ان احنا بنعتبره ان هو لازم يبقى كمان الجيت كيبر بتاع الايه المشروع. طيب البروجكت مانجر ريسبونسابيليتي بقى، ودي من الحاجات اللي لازم تبقى مركز فيها، اللي هو اول حاجة يعملها ايدنتيفاي ريكوايرمنتس. تمام، هو محتاج ايه المشروع ده، محتاج ايه. بعد كده استابليش اوبجكتيفز، لما هيعمل استابليشمنت للاوبجكتيفز هتبقى التيم بتاعه بيشتغل على اوبجكتيف معين عايز يحققه، ليه تارجت، وعرفنا قبل كده الفرق بين التيم والايه والجروب، وقلنا امتى استخدم ده وامتى استخدم ده. طيب كمان لازم يعمل بالانس للكونسترينتس اللي عنده، وبعدين من الحاجات المهمه انه يعمل الديفلوبمنت للبروجكت بلان، وان هو يحافظ على الايه اخلاقيات المهنه. تمام، اعتقد مش محتاجين ان احنا نستفيض في شرح هذه الاشياء، صح ولا انا مخطئ؟ اذا كنت صح
اكتبوا رقم 2، اذا كنت مخطئ اكتبوا رقم 1 عشان نمر عليها مرور سريع. طيب اذا نمر عليها ايه مرور سريع. طيب من الحاجات المهمة عندك ان انت لازم يبقى الهدف بتاعك واضح تمام وكل واحد فاهمه، ان الهدف بتاعك لازم يبقى ملك لكل الناس، يعني كل الناس بتعمل على هذا الهدف يعني تيم. وبعدين لازم يبقى قابل للقياس تمام، بيمسكوا الجزء دوت ده بيسموه باور، يعني لو خدت كل حرف من دول هتلاقيه ان انت اتكلمنا على البين بوينتد اللي هو الجول يبقى فوكسد وكلير، والاوند لازم الناس كلها تبقى بتمتلك هذا الهدف، ويل ديفايند انك تقدر تقيسه، انرجايزنج تمام انت لازم يبقى في اهتمام بان الناس تحقق هذا الايه العمل تمام، وريسورس فريمد لازم يبقى عندك ريسورسز من سواء كانت تايم او ماني او بيرسونال تمام اللي بتكون مطلوبه للايه للمشروع ده. هم اختصروها في كلمه واحده تمام. طيب تعريف تاني برضو بيقول لك عليه سمارت. سمارت اللي هو سبيسيفيك، لازم يبقى الهدف بتاعك سبيسيفيك، ميجرابل تستطيع تقيسه، اتينابل حاجه تقدر فعلا تمسكها تقسمها لاجزاء تمام وتستطيع ايه تحقيقها، رياليستيك ان الجولز دي تبقى حاجه اقدر فعلا احققها في التايم كونسترين بتاعي، ما بقاش بطلب من الناس مشروع يتنفذ في 7 سنين نفذوه في سنه والكلام ده ان رياليستيك تمام. تنجبل الاهداف بتاعتك دي تمام لازم تبقى تستطيع تحقيقها من خلال ان انت يبقى في موتيفيشن للفريق بتاعك، ولازم يحسوا بان هم اونرز للايه للمشروع. معلش استأذنكم لحظة. ورحمة الله وبركاته، معلش عدنا إليكم بس كان في يعني بعض الأصوات خارجة عن إرادتنا يعني بالخارج يعني تمام. أيضا هتلاقي الكود أوف إيثكس دوت، أنا أفضل إن إحنا لازم تقروه، يعني افضل ان انا مش اتكلم فيه بالتفصيل لانك لازم تقراه، بيجي عليه جزء اسئله، هتعمل له داونلود من الموقع بتاع البي ام اي، لان في بعض الكتب حتى بتلاقيها مش في جزء الاثيكال دوت مش 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 عامله سبوت لايت عليه كويس يعني تمام. والله انت الـ هو باختصار شديد ان انت الايثيكال اند بروفيشنال ريسبونسابيلتيز، اول حاجه فيها لازم تبقى شخص بروفيشنال تمام، انك كمان يبقى فيه نوع من انواع التكامل تمام، وان انت يبقى عند الشخص قدر من البروجكت مانجمنت نوليدج، وان هو يكون ايه ايضا كفء في كفء ويكون عنده معرفة احترافية بالايه بالموضوع، وبعدين يستطيع ان هو يعمل بالانس حاضر يا باشمهندس احمد مصطفى. ما اعرفش اذا كانوا الزملاء المسؤولين عن الخيمة كانوا حاطين الرابط القديم الخطأ، استأذنك انبههم ان هو حالا لحظة واحدة استأذنكم.
السلام عليكم يا باشمهندس احمد مصطفى. خلاص ان شاء الله عز وجل الزملاء في القائمين على الادمنستريشن هيحطوا دلوقتي اللينك. تمام. الجزء الاثيكال يا باشمهندس احمد او جزء الاخلاق يعني مش هنقدر نوصل ليه، لان احنا نقوله لك بتفصيل اكتر من ان هو هيبقى عباره عن سيتويشنز. في لما هنيجي نحل اسئله في امتحانات هتبقى سيتويشنز، ونبتدي نقول ايه التصرف اللي ممكن تتصرفه في الموضوع ده بحيث تحافظ على ايه، على ال الاث تحافظ ان على تبقى بتدي ايثيكال ايه اكشن يعني. تمام. هو هنا مختصر لك الايثيكال ريسبونسابيلتيز، بيقول لك ان انت ما تعملش كومبرومايزنج. تمام. للانتجريتي، و ما تحاولش ان انت تتفادى الكونفليكتس. المفروض ان انت تحل الكونفليكتس وبتحافظ على سرية المعلومات. تمام. ولازم تدي معلومات اكيوريت وأونست للستيك هولدرز، يعني ما تضحكش عليه وتدي له معلومات غير خطأ يعني. لو انت مريت عليها مرورا سريعا، بس احنا عاوزين نختصر عشان نلحق ندي حاجه مفيده. لو مريت على الجزء ده كقرايه هيكون افضل من ان انا اقعد حتى اشرحه لك. يعني انت لو قريت الايثيكال رولز اللي محطوطه هتطلع بنتيجه كويسه، لان هي كلها عباره عن حاجات موجوده فينا. تمام. من الحاجات اللي يعني احنا قلنا اللي فاتوا من دول برضو الـ interacting with the team and stakeholder and respecting differences. تمام. ممكن يبقى مدير مشروع معاه اكتر من جنسية. ماشي. بس احنا قلنا هنخلص ان شاء الله عز وجل وهنفرغ نفسنا لحل امتحانات. لو حلينا امتحانات دلوقتي هنبقى يعني ايه subject oriented. اخلص جزء الكواليتي او البلاننج بتاع الكواليتي اروح رايح حلل عليه، اخلص جزء مش عارف التايم مانجمنت اروح رايح حلل عليه. بتخش الامتحان معظم الناس بتمشي كده، ما بتعرفش تخلص الامتحان مظبوط، وغالبا ما بينجحوش من اول مره. ليه؟ لان كل اللي اتدرب عليه ان كل ما يذاكر حته يروح يحل عليها اسئله. خلاص ما عندوش انتجريتي بقى، ما بيتعملش كمدير مشروع الدنيا كلها جات له مره واحده. تمام. فمش معنى كده انا بقول لك ما تحلش اول باول، عايز تحل حل، بس احنا السيستم اللي هنمشي بيه هنحل ان شاء الله عز وجل في الاخر امتحانات كامله. يعني ان شاء الله هنجيب حوالي 5 امتحانات كاملين بيمثلوا 1000 سؤال. تمام. دول ان شاء الله هنحله، واعتقد هم هيكونوا كافيين انك تعدي من اول مره باذن الله. بروجكت مانجرز سكيلز اند كاركترستكس، قلنا نوليدج وبرفورمانس، وايه دول الحاجات اللي موجوده فيها. النوليدج اتكلمنا عليها في خلال الحاجات حتى اللي انت شفتها اللي فاتت، قعدنا من اول ما بدانا في البلاننج المدير المشروع المفروض يعرف ايه البرفورمانس بتاعه، والحاجات البيرسونال اللي في الشخصيه اللي هي البيرسوناليتي كمان اتكلمنا عليها، ايه المطلوب في المدير المشروع. طيب بيئة المشروع، قلنا بيئة المشروع في بيئة ثقافية واجتماعية، وفي بيئة انترناشونال، وبيئة سياسية حواليك، وفي الفيزيكال ايه الفيزيكال انفايرمنت نفسها اللي موجودة حواليك والكونسترينز اللي موجودة. الكالتشر والسوشيال دي بتعتمد على، والله انت بتعمل مشروع في مكان ممكن تلاقي الناس معترضة عليه، الكالتشر نفسها بتاعت التيم بتاعك، خدت بالك؟ الموضوع المشروع ده انترناشونال وبوليتيكال، والله المشروع لما بيبقى حاجه انترناشونال بتجد عده عوامل بتحكمه وقوانين بتحكمه مختلفه، وبوليتيكال اذا كان المشروع ده له هدف قومي او حتى سياسي الموضوع بيفرق. وايضا الموضوع كمان المشروع بيتاثر، يا جماعه في حاجه اسمها البوليتيكال ريسك. لما اتكلمنا في الريسك مانجمنت لما تيجي تحسب الريسك هتلاقي في حاجه اسمها كانتري ريسك. خش على الانترنت هتلاقي مثلا في موقع انا مش متذكر اسمه حالا بيدي لك الكانتري ريسك بتاع كل كانتري. تمام.
بناء على عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية، تمام، الفيزيكال انفايرمنت في البيئة المحيطة بالمشروع عامة. خلاص اللي قلنا بعد كده هوت مدير المشروع، قلنا قبل كده انه لازم يبقى ملم بكل حاجة، يبقى الجنرال مانجمنت سكيلز ايه، تمام، هو يبقى عارف ستاندرز ريجوليشنز، يبقى عارف في الفاينانشال، يبقى عارف ازاي البروكيورمنت بيتم، عارف الماركتنج ازاي يعمل ماركتنج، عارف كوميرشال وكونتراكت لو عشان هو هيلتزم بقوانين وخلافه، عارف ازاي يعمل يعني ايه مانيفاكتشر ديستريبيوشن على حسب طبيعة المشروع، عارف ازاي اللوجيستكس بتتم، فاهم يعني ايه بلاننج، مش شرط يعمل كل حاجة بايده، فاهم في الادمنستريشن حتى بتاع الاشخاص زي ما اتكلمنا في الاتش ار، فاهم الاورجنايزيشنال والبيهيفير ثيوريز اللي اتكلمنا عليهم في الاتش ار مانجمنت، لو عنده خلفيه عن الهيلث والسيفتي براكتسز، يكون فاهم في الانفورميشن تكنولوجي الى حد ما، زي ما قلنا في برامج هتستخدم في المشروع مش شرط هو يستخدمها بايه، بنفسه، تمام. الانتر بيرسونال سكيلز بقى الشخصيه كمان بتاعته، قلنا قبل كده عليها ليدنج، كوميونيكيتنج، نيجوشيتنج، بروبلم سولفنج، انفلونسنج، من المسمى نفسه الموضوع ظاهر، ليدنج شخص قادر على القياده، كوميونيكيتنج قلنا ان مدير المشروع بيقضي اكتر من 80% من وقته في الكوميونيكيشن، نيجوشيشن لازم يكون عنده هذه المقدره، راجل يكون بروبلم سولفنج مش بروبلم اسكليتور، يعني ما يمسكش المشكله يكبرها. اتذكر احد مدير المشاريع من اول الناس اللي اشتغلت معاهم، كانت لما تحدث مشكله عمره ما يدور من وراء المشكله، مين المهندس الغلطان او مين السبب، اول حاجه كان دايما يقول لك حل المشكله الاول، وما تخلص وتتحل ندور مين الغلط. لا دي اتكلمنا عليها يا باشمهندس احمد في المحاضره اللي فاتت، لو انت حضرت معانا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عليها في الاتش ار، ارجع لها لان مش هنقدر نشرحها تاني بالتفصيل. محاضرة الاتش ار فيها هذه التيوريز، تمام، واتكلمنا حتى في المحاضرة اللي فاتت في الاتش ار على انواع الباورز الموجودة، قلنا الباورز ممكن تبقى في حاجة رسمية او قانونية او نتيجة الخبرة او ان هو يستخدم اسلوب المكافآت، تمام، او يستخدم اسلوب الايه سواء العقاب، تمام، او ان هو يبقى الامور كلها بتتم ايه من كاريزمته الشخصيه، يعني هو شخص قادر على الخطابه او قادر على انه يجمع الناس ايه حواليه، تمام. انا هل الزملاء معانا متابعين ولا الكلام نظري زياده عن اللازم؟ متابعين واحد، نظري زيادة عن اللازم اتنين، والمهندس احمد مصطفى بس اللي متابع. طب تمام تمام بصوا احنا معلش انتوا هتلاقونا زي ما قلت لكم المنهج احنا مش ماشيينه بالطريقة الراديكالية، يعني احنا الجزء ده شايفين ان هو كانت مناسبته انه يتعاطى ورا الاتش ار، لان في كلام كتير جدا من الاتش ار لو لاحظتم، لو عطيناه لكم في اول الكورس ما كنتش هتبقى الموضوع بالنسبه لك مستساغ، الان احنا بنمر على الموضوع مرور كرام لان احنا شرحناه خلاص في الاتش ار بتفصيل، تمام. ايضا الايه تاثير بقى المؤسسه اللي هو شغال فيها عليه هتاثر على الكالتشر بتاعت المؤسسه، بتاثر الهيراركي بتاعتها، بتاثر الميثودولوجيز اللي بيستخدموها، بتاثر البروجكت سيلكشن ميثودز، ودي ما قلناهاش قبل كده لسه خالص، وهدي هنفرغ لها محاضره خاصه لان عليها مسائل كتير. خلاص ازاي بيختاروا البروجكت وياخدوا قرار في البروجكت ويقولوا ان البروجكت دوت نشتغله او ما نشتغلوش او ناخده او ما نشتغلوش، ونفس الكلام هنشرح ساعتها معاه الاورجنايزيشنال ايه استراكشر، تمام، اللي هم انواعهم فانكشنال، بروجكتايزد، وماتريكس، وكومبوزيت، تمام. فانكشنال اللي هتلاقي فيها ان انت عندك الفانكشنال مانجر بيظهر دوره قوي، خلينا ما نروح لهاش دلوقتي لانها مش موضوع محاضرتنا النهارده، تمام، هتكون مع اختيار المشروع لانها لها ارتباط كمان وثيق باختيارات المشروع والعمل فيه. هننتقل بقى
الى اوفر فيو سريع على من خلال الكلام اللي احنا شفناه في البلاننج بروسيسز. اتكلمنا من بدايه ما بدانا ببلان دو تشيك اكت. انا هنا بس هعمل اوفر فيو سريع عشان نتاكد جميعا ان احنا بدانا نستوعب الموضوع ماشي ازاي والبين بوك ماشي ازاي. لو لاحظتوا كلكم ان احنا عندنا دايما ايه بنعمل انبوت للعمليات، الانبوتس دي فيها حاجات كومن تلاقي نفسك اتكررت معاك كتير، اللي هي الانتربرايز انفيرومنتال فاكتورز اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس والبروجكت مانجمنت بلان، تلاقيهم من اشهر الحاجات اللي بيدخلوا معاك كانبوتس. تمام، من اشهر الحاجات اللي بيدخلوا معاك كتولز او كومن بتلاقيهم معاك في اغلب العمليات اللي هم البي ام اي البي ام اي اس اللي هو بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستمز والاكسبرت جادجمنت. تمام. طيب الكومن اوتبوتس اللي كانوا بيطلعوا معانا في الحاجات اللي شفناها كلها كانت الاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس والبروجكت مانجمنت بلان، كل ده كان بيطلع له ايه؟ بيطلع له ابديت او البروجكت دوكيومنتس بيطلع لها ابديت، التشنج ريكويستس والايه والورك بيرفورمانس انفورميشن. تمام، اتكلمنا قبل كده على البروجكت جروبس وقلنا عليهم انيشيتنج بلاننج اكسكيوتنج مونيتورنج ايه وكلوزنج. خدنا انيشيتنج وراها كلوزنج، خدنا بلاننج، والنهارده ان شاء الله عز وجل هنبدا سريعا في اول حاجه في الايه في الاكسكيوتنج. هنيجي بس هنا عايز اقف معاكم وقفه على هذا الشكل. تمام، احنا هنا قلنا البروسيس جروبس قلنا فيهم انيشيتنج بلاننج اكسكيوتنج مونيتورنج اند كنترول وكلوزنج. احنا خلصنا انيشيتنج، خلصنا بلاننج، خلصنا كلوزنج، فاضل لنا اكسكيوتنج ومونيتورنج اند كنترول. عايزكم بقى كده تبصوا على الاكسكيوتنج عشان تعرفوا ان احنا قلنا ان شاء الله عز وجل ان احنا الجزء التقيل خلص. اكسكيوتنج ما عندكش غير حاجات بسيطه ان شاء الله في الانتجريشن مانجمنت وفي الكواليتي مانجمنت وفي الهيومن ريسورسز وفي الكوميونيكيشن. تمام، وفي البروكيورمنت طبعا. طيب في الجزء الخاص بالبلاننج سوري بالكنترول مونيتورنج اند كنترول، عندك جزء يخص الانتجريشن، جزء هيخص السكوب، جزء هيخص التايم. هتلاقي يعني كل النولج مانجمنت ارياز ليهم ما عدا الاتش ار. تمام، في المونيتورنج اند كنترول كل النولج ارياز ليها عمليات ما عدا الاتش ار. تمام، ده كان يهمني ان انت ايه تركز عليه من هذا الشكل، وهذا الشكل حاول ايه تبص يعني تركز عليه كتير لانه هيسهل لك عملية ان انت تقدر تعمل تحل في الامتحان بسهولة يعني ان شاء الله عز وجل. تمام، هننتقل بقى على اولى عمليات الاكسكيوتنج. مش هنبدأ بالانتجريشن عشان بس نبقى متفقين، هنبدا في الاكسكيوتنج بالكواليتي. ليه؟ انا عملت بلاننج. تمام، خلصت بلاننج، قبل ما افكر بقى ادير في العمليه كانتجريتد وكده لازم افكر في الكواليتي. همشي ازاي وانا في الاكسكيوتنج هنفذ ازاي الكواليتي، والمحاضره الجايه نشرح ان شاء الله الانتجريشن. تمام، طيب هنا لازم نفرق بين حاجتين، بيرفورم كواليتي اشورنس وبيرفورم كواليتي كنترول. خلاص، الكواليتي اشورنس دي عمليه بتتم في الايه في الاكسكيوتنج اثناء التنفيذ. تمام، وتتبع التنفيذ. تمام، البيرفورم كواليتي كنترول دي عمليه مونيتورنج اند كنترول. تمام، طيب انا محتاج ايه بقى في هذا الموضوع عشان انفذه؟ محتاج الكواليتي مانجمنت بلان، محتاج الكواليتي متريكس، ومحتاج البروسيس
امبروفمنت بلان محتاج البروسيس اناليسيس، تمام، محتاج يبقى فيه كواليتي اوديت، ومحتاج ورك بيرفورمانس انفورميشن. تمام، ده بيديني البروجكت مانجمنت كواليتي مانجمنت، وفي نفس الوقت بيديني الكونتينوال امبروفمنت. مش احنا قلنا ان المانجمنت، طيب نعرفها لك يا باشمهندس احمد، خلاص، البرفورم كواليتي اشورنس هي بروسيس، تمام، بتعمل فيها ايه؟ بتنفذ الكواليتي مانجمنت بلان، وبتنفذ البروسيس امبروفمنت بلان بتاعتك، خلاص، تمام. الاشياء اللي هي مكتوبه ان انت المفروض تتم العمليات اللي هتعملها، اللي عملناها زمان في بلان الكواليتي مانجمنت بتاعتك، هي دي اللي هتنفذها في الايه، في الكواليتي اشورنس. جاي لك في الطريق الاكزامبلز، جاي لك في الطريق، تمام. طيب البروسيس اناليسيس، تمام، دوت بيمسك المشروع كله بقى ويتفحص البروسيس بتاعته، تمام، ويبتدي يشوف لو عندي نوع من انواع الاخفاق، تمام، في جزئيه معينه، تمام، ويبتدي يطبق نظريات الايه، الكونتينوس امبروفمنت، ويحط لي البلانز بتاعت الكونتينوس امبروفمنت. دي وظيفه الايه، البروسيس اناليسيس، عشان اقول العمليه الفلانيه دي فيها مشكله، والمشكله دي ابتدي اعالجها. اللي حضر معانا محاضرات الكواليتي اللي قبل كده الكلام ده احنا شرحناه، تمام. طيب ده عملت انت بروسيس اناليسيس، تمام. عندك بعد كده الكواليتي اوديتس، هتعمل بيها ايه؟ هتتاكد خلاص ان المشروع بتاعك ماشي مسطره او متوافق، بلاش مسطره، مع الايه، الكواليتي بوليسي بتاعتك، تمام. هو هنا في مثال على السيلز، اللي هو اعطيلك انك ممكن يبقى عندك فيرتيكال اوديت وهوريزونتال ايه، اوديت. الفيرتيكال اوديت ان انت الهوريزونتال اوديت ان انت شغال السيلز، تمام، شغال على العمليات بتاعتك اللي هي سيلز، بيلنج، مانيفاكتشرنج، ديستريبيوشن. الهوريزونتال اوديت انت شغال بيلنج بروسيس، كريدت ميموز، ادجستمنتس، وايه، وانفويسز. يعني ايه فيرتيكال؟ يعني خد كل واحده من الهوريزونتال دول وبياخد التفاصيل بتاعتها. يبقى انا عندي على دول في اوديت، تمام، والتفاصيل بتاعتهم لها اوديت بسميه فيرتيكال اوديت. هوريزونتال اوديت يبقى ده جلوبال على العمليات، العمليات ككل. طيب بالنسبه للعمليه نفسها للبرفورم كواليتي اشورنس، احنا قلنا مطلوب ايه اللي ادخله؟ قلنا مطلوب بروجكت مانجمنت بلان كلنا عارفينها، كواليتي متريكس اللي هي اتكلمنا عليها قبل كده في جزء البلان كواليتي، والورك بيرفورمانس انفورميشن، والكواليتي كنترول ايه، ميجرمنتس اللي قلنا عليهم ايه، اللي هم المسطره بتاعت اللي بقيس بيها. طيب والتولز اللي هستخدمها، بلان كواليتي اند بيرفورم كواليتي كنترولز تولز اند تكنيكس هنشوفهم، والكواليتي اوديتس، والبروسيس اناليسيز اللي اتكلمنا عليها. هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس ابديت، وهيطلع لي التشنج ريكويستس، وهيطلع لي بروجكت مانجمنت بلان ابديت، ويطلع لي بروجكت دوكيمنتس ابديت. طيب لو حد كده الامور واضحه ليه او مش واضحه، انا عندي 4 يوزر لحد دلوقتي قالوا نعم، وواحد قال لا، والباقيين ممتنعين عن التصويت.
طيب اللي قال لا المهندس فتحي عبد الغني، ايه اللي مش واضح؟ والمهندس احمد مصطفى. سريع، ما عشان احنا ساعة الا تلت. انا عايز اقول لك الافطار عندنا فاضل عليه اقل من 15 دقيقة، وفي ناس ميعاد الفطار جه عندهم، والموضوع مش يعني دوت بالذات، احنا الموضوع النهارده اخترنا الموضوع مش صعب، يعني مشينا في موضوع مش صعب عشان اكيد في زملاء ما حضروش نتيجة الخطأ اللي وقعنا فيه في برمجة المحاضرة اللي فاتت في موعد خطأ، واعطائهم لينك للمحاضر بدل لينك للطالب او الدرس. طيب دي كلهم اتكلمنا عليهم، التولز والتكنيكس، هما التولز والتكنيكس اللي استخدمناهم في بلان الكواليتي، هما اللي في الكواليتي كنترول، في اللي بيرفورم في بيرفورم كواليتي اشورنس، وضيف ليهم كمان اللي هنشوفهم في بيرفورم كواليتي كنترول. خلاص، يعني انت هتاخد التولز والتكنيكس اللي في الكواليتي بلاننج واللي في كواليتي كنترول. في كواليتي بلاننج خدناهم، اللي في كواليتي كنترول هيقول لك في الكواليتي كنترول ان شاء الله. الكواليتي اوديت اتكلمنا عليها، البروسيس اناليسيس اتكلمنا عليها، اورجانيزيشنال بروسيس افيتس والابديتس والتشنج ريكويست والبروجكت مانجمنت بلان ابديتس والبروجكت دوكيمنتس ابديت، دول من الكومن اوتبوتس اللي احنا كلنا مررت علينا قبل كده. بكده يبقى احنا خلصنا ايه بيرفورم كواليتي اشورنس. تمام، طيب انا الى هذا القدر نكون قد انتهينا من المستهدف في هذه المحاضرة. تمام، وبكده نبقى خلصنا جزء اول جزء من الاكسكيوتنج. تمام، بعد كده ان شاء الله عز وجل احنا خلصنا ما يخص الكواليتي كنترول الكواليتي في الاكسكيوتنج. تمام، هذا الاكسكيوتنج، يبقى احنا خلصنا جزء الكواليتي. هو اللي انا بقوله اساسا ملخص يا باشمهندس احمد، فما اقدرش الخصه اكتر من كده. انا بقول باختصار جدا، انا مش راضي استفيد، لان انا شايف ان احنا كمان الوقفه اللي هنوقفها في العشرة الاواخر دي هتعطلنا. انا كان املي ان احنا نخلص الكورس كله 31 اغسطس زي ما وعدناكم من البدايه. طيب هيبقى لنا ان شاء الله المرات القادمه الدايركت اند مانج بروجكت اكسكيوشن، والجزئيه التي تخص الهيومن ريسورسز والكوميونيكيشن والبروكيورمنت. ان شاء الله دول هنحاول نجزهم في محاضرتين عشان نبقى عارفين البلان اللي هنمشي فيها، والمونيتورنج اند كنترول هنحاول نجيزهم ان شاء الله عز وجل في المحاضرتين لثلاثه. لا، ما احنا 31 اغسطس هيجي لنا، احنا للاسف بعد الفجر في العشرة الاواخر. انا ان شاء الله عز وجل بتوجه لمكه من غدا صباحا، وهيبقى صعب عليا ان انا ادي محاضرات في العشرة الاواخر، لكن هتفق معاكم على اتفاق لو قدرت ان انا ندي محاضرات في العشرة الاواخر هاعلنكم قبلها. تمام، انا شخصيا هحاول عشان احنا متاخرين كتير، انا شخصيا هحاول، بس ده هيتوقف ان شاء الله عز وجل على مدى توفر الوقت يعني، وعلى مدى توفر كمان حتى شبكه انترنت قويه في المكان اللي هننزل فيه ان شاء الله في مكه. ان شاء الله عز وجل، بس ده يعني انا ايه ليس عهدا، ما بقطعش عهدا على نفسي دلوقتي عشان ما اعرفش ايه لسه الظروف هتمشي ازاي. هنختاركم قبلها بكام يوم كده، تابعونا على الفيس ان شاء الله عز وجل، وهنختاركم قبلها بكام يوم، بس ساعتها موعد المحاضره هيصعب جدا ان انا اخلي موعد المحاضره زي دلوقتي. موعد المحاضره وقتها لازم هيكون بدري عن كده، فقولوا لي الميعاد اللي بدري عن كده بكتير يناسبكم امتى. يعني اولا لازم ميعاد المحاضره يكون قبل صلاه العصر، مش هينفع بعد صلاه العصر. بعد صلاه العصر في الحرم يا دوبك تاخد مكانك وتفضل قاعد.
من 8 ل 4 شهور. من 8 صباحا بتوقيت القاهرة يعني، خلينا نتفق 8 صباحا بتوقيت القاهرة. طيب بص، كل اللي حاضرين خلاص ابعتولي، عشان احيانا كتير ما بيوصلش، انتوا قلتوا ما بيوصلش ايميلات من الموقع، هكتب لكم ايميلي الشخصي. تمام، خلاص ده هتلاقوه على الفيسبوك. ضيفني عشان لما هدخلكوا جروب نقول لكم على المواعيد لو في اي حاجه. بين الظهر والعصر مناسب بالنسبه لي، بين الظهر والعصر مناسب للجميع يا جماعه. الساعه 1 الظهر بتوقيت، لا لا مش عايزين جروب على الفيسبوك ولا حاجه، ضيفني بس وهيبقى ساعتها في تواصل. 1 ظهرا بتوقيت القاهرة مناسب. هو المهندس أحمد جلال معانا؟ هو المهندس فتحي أبو غالي مش مناسب اهوت. وبعدين على فكرة 1 ظهرا ده أنا هبقى يعني جاي على نفسي كتير جدا فيه. طب خلينا نسأل سؤال، في حد منكم داخل الامتحان قريب؟ يعني مستعجل داخل الامتحان قريب؟ عشان بأمانة أنا هيبقى مشقة عليا جدا إن أنا أديلكوا حاجة في العشرة الأواخر. طب خلاص مفيش عجلة يعني، خلاص خلينا نكمل الموضوع يعني باستفاضة. و طيب خلاص خلينا ان شاء الله بعد العيد يعني، ده خلاص خلينا بعد العيد لو انتوا يعني ان شاء الله، لازم مكانش حد مستعجل على الامتحان، خلينا بعد العيد يفضل. حتى نقدر يعني ايه، يعني نقدر نحضر لكم اشياء ان شاء الله عز وجل تكون اكثر افادة. كل سنة وانتم طيبين، وادعوا لنا بقى ان شاء الله عز وجل نصل بالسلامة ان شاء الله عز وجل، وان شاء الله ندعي لكم باذن الله عز وجل يعني. وسامحونا بقى عن اي خطأ اخطأناه في حقكم بقى يعني. المهندس احمد مصطفى. طب بص يا باشمهندس احمد مصطفى، حضرتك ناوي تدخل الامتحان امتى؟ ايوه اخدت ميعاد. طيب حاضر. طيب خلاص لما ان شاء الله تبقى جاهز هتدخل يعني. طيب بص احنا والله طيب اللي هقدر ان شاء الله عز وجل اوعدك بيه ان احنا هنبذل قصارى جهدنا ان احنا نخلص هذا الامر ان شاء الله عز وجل، ما يعني ما نتاخرش اكتر من 15/9. يبقى عوضنا جزء كبير من التاخير. خلاص
ان شاء الله عز وجل انا هنحط بلان، هل يناسبكم ان شاء الله ناخد كل يوم بعد العيد؟ ما عنديش مشكلة. خلاص اتفقنا بإذن الله، ان شاء الله عز وجل هنحط لنفسنا تارجت ان احنا نهاية هذه الكورس بقى عشان نبتدي ندخل في امتحانات، هو ان شاء الله 15/9، يبقى حصل عندنا ديفيشن 15 يوم عما كنا مخططين من قبل. الايميل ده موجود على الفيسبوك، هتلاقي فيسبوك اكاونت باسم الايميل دوت، تضيفه بس وانا هقبلك ان شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير بقى، استاذنكم الاذان فاضل عليه 5 دقائق وبالظبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.